الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحبتي الكرام وآل بيتي العظام المستكملين الشرف. وبعد، قال المصنف كتاب الوصايا: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده في مرضه فقال: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قال: في الشطر؟ قال: لا. قال: في الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو قال كبير. وأيضا هنا قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعدا يعوده، قال له سعد: يا رسول الله أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فأوصي بالثلث؟ قال: نعم، الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من لك، خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. وقال المصنف أيضا: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس على الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير. وفي رواية أيضا عن أن وسلم جاء سعد وهو مريض فقال: إنه ليس لي ولد إلا ابنة واحدة فأوصي بمالي كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فأوصي بنصفه؟ قال: لا. قال: فأوصي بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فبيدر أو بيدر، بيدر من بيدر الطعام كومه، والبيدر موضعه، نعم. قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، اجعل كل كومة وحدها. ففعلته ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنما أغروا به تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات ثم جلس عليه ثم قال: دع أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الأمانة، أمانة والدي، وأنا راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولم تنقص تمرة واحدة. الله أكبر، بركة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي قال لجابر: قال يا أخبر عمر بما رأيت. ده تزيد الإيمان. فعندنا أنا ختام الباب في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد وزار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في مرض كان بمكة وخشي أن يموت فيها. فالنبي، شوف هنا من علامات الساعة، من علامات النبوة، آسف، النبي أنبأه وقال له: لا، لعلك تعيش فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، على النفع للمسلمين والضر لأهل الكفر عندما فتح يعني فارس، بلاد فارس، حفظكم ربي جميعا، في بلاد فارس. وأيضا من ذلك أيضا أنه قال له: ما عندي إلا ابنة واحدة وعندي مال كثير، أوصي بكل مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بشطره؟ قال: بالشطر. قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. قال: الثلث، والثلث كثير. وهنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه فيه ما فيه من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وتعاونه مع أصحابه، لأنه جابر كان مدينا، ولذلك أراد النبي صلى الله فقال أريد أن الناس يرونك، يعني يستحون، لا يطلبون كل الأموال التي يريدونها على أبيه كان دينا. فقال مسلم، قال له بيدر كل التمر، دع كل كومة على حدة ودعني. ثم مر عليها النبي السلام ودعا بالبركة وقال: نادي أصحابك. هم لم يقبلوا شفاعة النبي فيهم، فقال: ناديهم. فأتوا، فكان يعطيهم ويعطيهم ويعطيهم ويزيد في العطية، حتى قال جابر: أعطاهم وأنهى دين أبي وبقي التمر على ما هو عليه. فأعطاه حتى بقي من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم التمر كما هو، فقال له: أخبر عمر بذلك. باب قضاء الدين قبل الميراث وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخبر جابر فيه. عن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي عليه دين، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبي توفي عليه دين ولم يترك إلا ما يخرج نخله، ولا يبلغ ما يخرج نخله ما عليه من الدين دون سنين. فانطلق معي يا رسول الله لكي لا يفحش علي الغرام. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور بيدرا بيدرا، فسلم حوله ودعا له ثم جلس عليه ودعا الغرام فأوفاهم وبقي مثل ما أخذوا. وهنا أيضا أخبرنا ابن حجر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن شعبي عن جابر قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام قال: وترك دينا، فاستشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه شيئا، فطلب إليهم فأبوا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعزق ابن زيد على حدة
وأصنافه ثم أبعث إليه. فهنا كالهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ووفاهم وبطل أيضا وبقي هذا الباب. وقال أيضا مصنف أخبرنا إبراهيم يونس بن محمد الحرمي قال حدثني أبي قال حدثنا حماد عن عمار ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال كان يهودي على أبي تمر فقتل يوم أحد وترك حديقتين وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ العام نصفه وتأخذ نصفه؟ فأبى اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك أن تأخذ الجداد؟ فآذني، فأذنت. فجاء هو وأبو بكر فجعل يجد ويكال من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة حتى وفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين فيما يحسب عمار. ثم أتيتهم برطب وماء فأكلوا وشربوا، ثم قال هذا من النعم أو من النعيم الذي تسألون عنه. وهذا حديث أخرجه أحمد في المسند وهو صحيح، وأيضا هو أصله في الصحيح. وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال توفي أبي عليه دين فأردت على غرمائه أن يأخذوا الثمرة بما عليه فأبوا ولم يروا فيه وفاء، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال إن إذا جددته فوضعته في المربد فآذني. فلما جددته ووضعته في المربد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال ادعوا غرمائك فأوفهم، فما تركت أحدا له علي على أبي دين إلا قضيت وفضل لي 13 وسقا. الله أكبر. فذكرت ذلك له فضحك وقال إيتي أبا بكر وعمر فأخبرهما بذلك. فأتي أبا بكر وعمر فأخبرتهما فقال قد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كذلك. شوف لو يعلمون ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي رضي الله عنك، كان الله في عونك، أيها البدوي الطيب. أقول إخوتي الكرام شوفوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني لما شفع عند اليهودي، اليهودي لم يقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قوم بهت، قوم فيهم ما فيه من الدناءة والنقص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ادعوهم، ثم قال له في الجداد قال ضع كل صنف على حدة، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبرك في كل صنف، وبعد ذلك يعني أتى القوم فأعطاهم وزادهم أعطاهم، وبعد ذلك بقي التمر كما هو، بقي التمر كما هو لبركة عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لبركة شهادة عبد الله بن حرام إن الله لا يضيع أولياءه، إن الله لا يضيع أولياءه. وكان في الوفاء في ذلك نبوءة، علامة من علامات النبوة، فقال أخبر أبا بكر وعمر بذلك، فأخبرهما وعلم أن هذا كان سيكون. الفوائد المستنبطة: التبرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بذاته وبآثاره، جواز الشفاعة أو استحباب الشفاعة للغير، فضل أبي بكر وعمر قال أخبرهما، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا، فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.